لا يمكن أن أستفيد لأنه برنامج طموح. لماذا نحن في علاقته بالجريمة؟ في المقاربة ديالنا دائما ما نتساءل لماذا يغيب موضوع البحث العلمي ومناقشة تداعياته وتأثيره على صنع السياسات العمومية، وفي هذا الباب فيما يتعلق بالوقاية من الجريمة ومحاربة الجريمة وإدماج نزلاء المؤسسات السجنية. لماذا طبقة سياسية لا تأخذ على محمل الجد نتائج البحث العلمي الذي ينتج في المؤسسات الجامعية والمؤسسات الأكاديمية لصناعة محتوى السياسة العمومية في هذا الباب؟ طيب، تحدثت أنا شخصيا حول تغييب موضوع الوقاية من الجريمة علميا، وقلت على أننا لا نتوفر لا على برامج للوقاية من الجريمة قطاعية، مثلا برامج للوقاية تتعلق بوزارة السكنة، برامج تتعلق بوزارة الشيبة والرياضة، برامج تتعلق بوزارة التعليم فيما يتعلق بالعنف المدرسي، برامج كل وزارة فيما يخصها، ولا نتوفر أيضا على برنامج للوقاية من الجريمة ذو أبعاد وطنية. معناه أننا لا نتوفر لا على برنامج وطني محدد المعالم، ولا على برامج قطاعية، ولا على برامج إقليمية أو جهوية يمكن أن تستحضر بعين الاعتبار أنماط تمركز المجرمين، أماكن تواجدهم، أنواع الجريمة، معدلات الجريمة، وبالتالي يمكن بناء عليه للحكومة أن تقوم بصياغة سياسة جنائية في شقها الوقائي من جهة، في شقها العقابي من جهة أخرى، وفي شقها الإدماجي بعد قضاء المحكوم عليه العقوبة سلب الحرية. معنى هذا أن المقاربة العلمية لكل هذه المحطات الثلاث هي غائبة في أي سياسة حكومية، ويمكن القول على أن المقاربة الحكومية لموضوع الوقاية من الجريمة ومحاربة الجريمة وإعادة إدماج المجرمين تتوقف على مخططات أقرب إلى العشوائية، منها على مخططات مبنية على دراسات علمية أنتجت في مراكز البحث العلمي. وهذا هو الفاصلة بين ما ينتج في الجامعات ويترك في الرفوف والإهمال، وبين ما يمارس يمكن أن يفسر جزئيا تنامي الجريمة وارتفاع معدلاتها من عنف حضاري، من عنف ضد المرأة، من انتشار المخدرات والقرقوبي، من سرقة، من اعتداء على المرأة بسلاح الأبيض وغيرها. لماذا؟ لأن المقاربة التي تنهجها الحكومة غير مبنية على مقاربة علمية، مبنية على عملية الرصد من جهة وعملية التشخيص من جهة أخرى. ولست أحتاج للتذكير بأنه لا يمكننا أن نعالج الشخص الشيء الذي نجهله علميا. العلاج يأتي بناء على دقة التشخيص، وغياب دقة التشخيص والدراسات العلمية يجعل أن الحكومة بعيدة كل البعد عن التعاطي العلمي مع ظاهرة الجريمة وقاية وعقابا وإدماجا. وأيضا ومهم جدا أن نذكر على أن تنجز الدراسات العلمية في المراكز الجامعية، ولكنها تظل حبيسة رفوف هذه الجامعات، هي أبحاث مهملة، إما رسائل ينجزها طلبة الماجستير، إما أطروحات دكتوراه، إما دراسات ومقالات ينجزها السادة الأساتذة. وأيضا من المهم بمكان تذكير أن الجريمة تكلف المغرب خسارة نقطتين من الناتج داخلي الخام، وهذا يعني أن المغرب يخسر سنويا 2 مليار دولار يمكن أن يستغل جزء منها من أجل تمويل البحث العلمي، من أجل محاربة فعالة، من أجل تصدي للجريمة وخلق بيئة آمنة للمستثمرين الأجانب، للقطاع السياحي ولعامة المواطنين.